دار نعناعي، مرحبا بك في بوابة الزلال أونلاين وبوابة هيسليكس. يمكن لك تعاودي لنا الحادثة اللي وقعت لك التفاصيل؟ كنت غادية للمدرسة داخلة مع 11، ثم تغادية في الطريق وتعرض لي واحد الواحد هجبت الموس وبدا كيهددني بالموس. عارفة سميتو؟ سميتو سميتو عبد الغني الطاهري، ما قالوه لي. انت ضرب كاش من النهار؟ نهار الأربعاء الصباح الساعة مع العشرة ونص غير وصل وضربك، ولا كانت شي مناوشات بيناتكم؟ لا ما كنعرفوش، انا بقى كيهددني بالموس، بقى كيهدد فيا بالموس. اشنو نطلب منك؟ هي غادي تمشي معايا ولا غادي نضربك بالموس؟ بقى كيضرب فيا، بقى كيضرب فيا بيدي، هي بقى كيضرب فيا، بقى بشحال بقى كيضرب فيا بيدي. انت ما غوتيش؟ ما جوش الناس يفكوا؟ لا غوت، ما كاينش، فين ما ضربك غوت، بالموس؟ ضربني اليد هنايا. هي مشيتي للسبيطار؟ تعالجتي؟ درتي شي شكاية؟ درنا شكاية فين حطيت الشكاية؟ عند البوليس. دارك هيك؟ دارك الملكي؟ ديالش من مدينة؟ الصهريج، في دارك الملكي ديال الصهريج. الصهريج. عندك شي شهادة طبية؟ شحال فيها من نهار؟ فيها وحدة فيها 25 وحدة فيها 20. الآن المسؤول اللي تيشوفوا هذا الفيديو، أشنو تطلبي؟ كنطلب منهم ان هذا اللي دار لي بحال هكا انه يتعاقب، كيف ما ضربني حتى هو كان طالب انه حتى هما يضربوه بالموس كيما ضرب، وكيف ما ضرب بقى كيضرب فيا وضربني بالموس، حتى هو خاصو يضربوه بالموس، حتى هو خاصو يضرب كيما ضربني، خاصو يضرب. اما الحكم راه ما غاديش يحاكموا، الحكم ما غادي يديروا له والو، غادي يمشيو يديو الحبس، ما غادي يديروا له والو. كيما ضربني بالموس خاصو حتى هو يضرب بالموس، بقى كيضرب فيا بيدي خاصو حتى هو يضرب بالموس. الحكم وقد، البوليس ما غادي يديروا والو، البوليس ما كيديروا والو. إذا نتمنى أن العدالة تأخذ الإجراءات القانونية وتنصفك إن شاء الله، وهذا ما نتمنى. أش تقول اليوم البوابة والصحافة الإلكترونية اللي جات دير تغطية لهذا الحدث؟ كنشكرهم على أنهم اختار أنهم يجيو ويشوفوا وياخذوا لي الحق ديالي ونصفوني، هادشي اللي كنشكرهم بزاف. إذا لا شكر على وجهك، شكرا وكان لك. طالب انه هاد المجرم اللي ضربني ليدو وبقى كيضرب فيا انهم يشدوه ويضربوه كيما ضربني، يضربوه. إذا شكرا لك أستاذة كوثر نعناع. السلام عليكم.